هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ إمام المسجد عندنا يقرأ القرآن من بداية البقرة وحتى الناس في الصلاة الجهرية، ويختم في كل شهر أو في كل شهرين، ما حكم هذا العمل؟ هذا السؤال تكرر وتكررت الإجابة عليه، قلنا إن هذا بدعة، هذا بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل هذا في الفرائض، كان يقرأ ما تيسر عملا بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا فيه إحراج للأئمة، يظنون أن هذا مشروع فيلتزمون به، فهذا حرج وأيضا لا أصل له، فهو عمل مبتدع. والذي يريد أنه يقرأ القرآن ويختم القرآن يقرأه في النوافل، يقرأه في صلاة الليل، يقرأه في أوقات فراغه، ما يقرأه في الفريضة. أو إذا كان يصلي الفريضة وحده، ما عنده جماعة، بعيد عن الجماعة ويصلي وحده، ما لا بأس أنه يقرأ القرآن حتى يختمه. أما يصلي بالناس ويحرجهم في هذا ويسن سنه على الأئمة ما سنه الله ورسوله، هذا غلط كبير. ومن العجيب أنهم يتركون ختم القرآن في صلاة التراويح في رمضان ويتكاسلون عن ذلك، وربما يقولون بدعة وهم يلتزمون بهذا فيما لا يشرع فيه. نعم.